بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام أينما كنتم. إن شاء الله في هذه الحلقة سأتحدث عن رؤيا الموز في المنام. قد تدخل لمئة موقع وقد تدخل لألف قناة وتجد تفسير رؤيا الموز أنه رزق، أنه خير، أنه مال قادم إليك وانتهى، ويستبشر الرائي وهو لا يعلم دلالات الخفاء في الرؤيا. إن شاء الله في هذا الفيديو ستجد معي تفسير رؤيا الموز بالتدقيق إن شاء الله السميع العليم. فعلم الرؤى لا يقتصر على أن ننسخ ونلصق من القدامى، فلا بد أن نجتهد ونؤول ونستعين بكتاب الله إن شاء الله السميع العليم، ونستعين بما قيل فيه من خير وما قيل فيه من شر، ربما يعني إذا استنبطنا أو أخذنا أحاديث أو ما وقع لقصص الصالحين مثلا، ووقع فيها هذه القصة وجود بعض الموز أو غيره. إذا إخواني الكرام، الموز يتفرق، فيمكن أن نجد الموز أصفرا، ويمكن أن نجد الموز أخضرا، ويمكن أن نجد الموز أسودا. هل كلهم كما أشار بعض المفسرين على أنهم نفس المعنى؟ فلا أظن، ومتأكد أنه لا يمكن أن يكون. فرب سبحانه وتعالى قال في سورة الواقعة: وطلح منضود. وطلح منضود، ما معنى طلح؟ هو الموز، والمنضود هو المتراكم على بعضه، أكيد يعني جاهز للأكل، والمتراكم على بعضه سيكون أخضرا جميل، عفوا أصفرا جميل، اعذروني على الكلمة، أصفرا جميل يسر الناظرين، و يعني يؤكل إن شاء الله، لأنه في الجنة وفاكهة مما يتخيرون. إذا أخواني الكرام، الأصفر دليله دوما أنه مال، إذا كثر مال ورزق إن شاء الله سميع العليم، على حسب خلق وأخلاق وطبيعة الإنسان. إذا أعطيت عنقودا أو يعني عرجولا من الموز الأصفر، فاعلم أنها مال وثروة إن شاء الله سميع، وأنه رزق، وهنيئا لك إن رأيت ميت أعطاك الموز، فهو يبشر بصلاح حال الميت وبصلاح حالك أنت إن شاء الله السميع العليم، لأنه لا يوجد موز في النار. ثم الأخضر، يرى الإنسان الأخضر فيفسر الرؤيا، فيقول له المفسر: آتيك رزق، ويبقى ينتظر ويعيش على ذلك الوهم، وأحيانا يصيبه القنوط أو يصيبه اليأس يعني أو خيبة الأمل. فالأخضر عادة لا نأكله حتى ينضج شوي، فهو رزق تنتظر عليه أخي أو أختي الكريم، فهو رزق قادم تنتظر. فهذا اللون الأخضر هو أمر طيب وكل حلال في هذا الزمن، تعلمون أنه لا بد أن نصبر عليه، فطريق الحلال ليس سهلا في زمن كثر فيه الحرام، فنعتمد على الزمن في هذا التأويل. ثم يعني أنا أفسر مجموعة من الموز، ثم نمر إلى أنك ترى مجموعة أو عنقود أو عرجون من الموز الأسود الذي يعني بدأ يتلاشى، فيعني دائما هو رزق لا محالة، هو رزق آتيك، لأنه يؤتي أكله ويمكن عصره وخلطه بأشياء كثيرة. وهذا هنا يتطلب من الإنسان ويتطلب من المفسر الذكي الشاطر أن يسأل الرأي بعض الأسئلة، على أنه يعني ربما انتظر رزقا وطال انتظاره ومل، أو أن الله عوضه من باب آخر لكن رزقه القديم سيأتي، أو أن هذا الإنسان يعني دخل في فطرة يعني وهداه الله، لأن يعني هذا يعني الموز عادة في أغلب الأحوال نقوم بعصره أو خلطه في الخلاط مع الحليب وأشياء أخرى، فهذا يعني رزق يأتي لصاحب الرؤية ويكون مرتاح ويهديه الله ويعرف كيف يتصرف فيه ويستغله قبل فوات الأوان. فدائما يعني يدل على أمر يعني يأتي بعد تعب شديد أو بعد حالة من اليأس، وأحيانا قد يدل على المال الفاسد حسب حالة الرائي. تذكروا إخواني، حسب حالة الرائي. أمر إلى موزة صفراء، الموزة فيها قشرة، فقد تدل للمتزوجة على حمل، وقد تدل للعزباء على زواج من رجل صالح أو رجل غني، وقد تدل أيضا على خروج إنسان من وضعية مرض أو مس لا قدر الله. فالخروج من مرض أو الشفاء منه
قد هو أيضا يكون رزق، والولد رزق، والطعام رزق، ونومك في الليل مطمئن رزق. ليس الرزق دائما يعني مال 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 كما يعتقد البعض، فهذا أمر يعني قد يعني يفهمه البعض بالخطأ. وللأسف ما نراه اليوم في القنوات الكثيرة وما نراه في المواقع أنها مواقع ربحية فقط، لا يهمها إفادة الناس، فعم الجهل وعمت يعني الخرافة في صفوف وعقول الناس. للأسف هذا ما يحصل. فعلم الرؤى بحر لا ينتهي أبدا، تفسر كل رؤيا على حسب حالة الرائي. مثلا تقول لك رائية أنا عزباء، فالحالة الاجتماعية مهمة، رأيت أني أستظل تحت شجرة موز أو طلح، فهذه يعني إصابتها لرجل وهو رزق عظيم، تقول لها أنت رزق، نعرف أنه رزق، لكن إصابتها لرجل شأنه أنه صالح، أنه يصون الأمانة، أنه لا يخونها، أنه يوفر لها ما افتقدته من حب وألفة وحنان، ربما إن كان موجود، وينفق عليها بسخاء، لأن هذا الرجل إنسان شبعان. تقول لي كيف أنت استنبطت أن هذا الإنسان شبعان وليس بخيلا؟ لأن الموز يتطلب نضجه، أو شجرة الموز تتطلب وتستهلك كثيرا من الماء على عكس بقية الأشجار. والله قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني شرب أكثر من اللازم، يعني إنسان شبع من الدنيا ولا يهمه، يبحث على راحة البال فقط، وفيه منتوج، فيه إنتاجية طيبة، وفيه نسل طيب إن شاء الله، وهو شخص يحفظ ويصون الأسرار لما هو موجود من قشر حول الموز الذي نراه في تلك الشجرة، وظله المديد وأوراقه التي فيها فوائد عظيمة جدا نحن لا نعرفها للأسف، نحن نمتع ناظرينا ولا نعرف الفائدة، والله المستعان. هذا هو إخواني الكرام ما استنبطته لكم اليوم وما حاولت أن أوضحه لكم حول رؤيا الموز في المنام. فالموز يعني تفصيل هذا. إن شاء الله سنخصص فيديوهات بالآلاف ونفسر كل رمز لوحده، وربما رؤيا الموز قد نعمل عليها 3 أو 4 فيديوهات. إن شاء الله سنتحدث في سلسلة كاملة عن أنواع الغلال، ونتحدث عن يعني الموتى، ونتحدث عن أنواع الخيول، ونتحدث عن أنواع يعني الثدييات، وكل شيء سنحوصله بإذن الله سميع العليم. تكون لكم هذه القناة مرجعا إن شاء الله دقيق، والله المستعان، والله ولي التوفيق. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.